بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده بقى انا جايبه لكم شويه رز بلبن، بس خرافه جدا زي بتاع المحلات بالظبط. جبت لكم السر اللي يخلي الرز بلبن بتاعكم جميل جدا من بدايه التسويه لحد الاخر، وهنعمل منه كمان الرز اللي هو بيبقى في الفرن اللي انتوا عارفينه ده. وبصوا كمان نتيجته ناجحه ازاي، الوش بتاع الرز بلبن اللي هي الكرمشه اللي بنقول عليها دي طلع طعمه والله زي بتاع المحلات بالظبط. بس تابع معايا الطريقه بتاعته عامله ازاي عشان هنعمل منه كمان القبات الجميله دي، يعني هنعمل قنبلة الرز بلبن. يعني الفيديو بتاعنا النهاردة رز بلبن بس هنعمله بقى بحاجات جميلة جدا. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا، ولو أول مرة تشوف قناتي ما تنسيش تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان إن شاء الله أول ما أعمل فيديو جديد يوصلك إشعار بيه. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. نبدأ المعيار بتاعنا، أنا هنا هستخدم كوباية رز واحدة بس، الرز بتاعي الرز المصري اللي احنا عارفينه كلنا. هبدأ بقى أنا أخده في المصفى كده وهغسله، بس خدوا بالكم ما بتغسلش كذا مرة، هي شطفة واحدة بس، يعني هنزل عليه المية مرة واحدة بس. ليه؟ عشان أحتفظ بالنشويات اللي بتكون في الرز، وهيديني بقى تماسك جميل جدا في الرز بتاعنا. دلوقتي انا غسلته غسله واحده، وببتدي دلوقتي ان انا اغلي الميه، وحطيت الرز في الحله بالشكل ده، واستنيت بقى الميه علشان ابتدي ان انا احطها عليه. وهنشوف دلوقتي حالا هنعمل ايه. بصوا كده كوبايه الرز دي هنضيف عليها 3 اضعافها. يعني ايه؟ يعني كوبايه الرز هنحط عليها 3 كوبايات من الميه. ليه بقى انا ما ابتديتش على طول بالحليب، ان انا اضيف الحليب ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. بصوا كده انا ضفت الميه خلاص، وهبتدي ان انا اقلبه عشان افك الرز من بعضه عشان احس ان الميه واصله للرز كله. تمام. وهبتدي دلوقتي ان انا اغطي الرز بتاعي، يعني اغطي الحله بتاعتي، وهسيبها لمده دقيقتين. بعد الدقيقتين هاخد بقى الحله بتاعتي واحطها على النار. دي بقى طريقه التسويه الممتازه جدا، هتعجبكم قوي قوي، جربوها الفكره دي. انا سبته على نار هاديه جدا كاني زي ما اكون بعمل رز عادي اللي احنا بنعمله على النار. بصوا وصل المرحلة دي، استوى وتشرب المية بتاعته خالص. طبعا كل وقت والتاني لازم بقلبه علشان القاعدة بتاعت الرز ما تتحرقش معايا ولا اي حاجة. جيت بقى هنا عندي لتر من الحليب البلدي، اللي الحليب البلدي بيدي كده طعم جميل جدا. شايفين القشطة اللي وقعت دي؟ يعني حاجة جميلة او زي الفل. ابتديت بقى ان انا احط الحليب بتاعي كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لتر الحليب كامل على كوباية من الرز. تمام لحد كده. يبقى اهم حاجة ان انا ما اغسلش الرز كتير، هشطفه شطفة واحدة بس واصفيه من المية، وزي ما قلنا الخطوات بالظبط. هقلب الرز كده عشان افك من بعضه ويبتدي ان هو ياخد بقى الحليب بتاعنا. خلاص ما شاء الله، بصوا شايفين حبات الرز عاملة ازاي. لازم الرز بلبن، لازم الرز يستوي جدا، ما ينفعش ان انا احس بحبات الرز يعني احس ان هي ناشفه شويه او طريه حاجه بسيطه. لا، انا عايزه الرز لما اجي كده اكله احس الرز دايب خالص. دي حلاوه الرز بلبن وسر الرز بلبن. هتبقى انا حطيت هنا السكر بتاعنا، طبعا انا مش هقول لك الكميه قد ايه لانك انت حسب الكميه اللي انت تحبيها. انا حاطه هنا طبعا نص كوبايه من السكر، بس انت شوفي ايه الكميه اللي انت عايزاها ايه، عشان انا ما بحبش ان هو يبقى مسكر قوي. وبعد كده ضفت عندي الفانيليا بالشكل اللي انت شايفينه ده. بصوا بقى نبتدي بقى الخطوات اللي هي الجميله جدا دي. معلقه كامله ممتلئه من كريم شانتيه البودر الخام، الخام ما جيبش اللي هو فيه السكر، اللي هو الخام ده بيبقى طعمه خطير جدا فوق ما تتخيل. بعد كده معلقه كبيره من الحليب البودر، وهقلب برضو. يبقى كده حطينا الكريم شانتيه، وبعد كده حطينا الحليب البودر، وبعد كده جبت معلقه من جوزة الهند وابتدي ان انا اقلبه بالشكل ده. جوزة الهند هنا لما بتستوي مع الرز بيدي طعم خرافه جدا. واقلب بقى كله ده مع بعضه بالشكل ده. اول ما يبتدي ياخد الغليتين دول، هجيب هنا معلقه من الميه وهحط عليها معلقه صغيره من النشا، بس ما اكترش اكتر من كده عشان انا مش عايزه الرز بتاعي يبقى متماسك، انا عايزاه يبقى زي بتاع المحلات كده، يعني يعتمد على النشويات اللي هي بتاعت الرز وبس. انا بساعده كميه نشا حاجه بسيطه جدا، يعني لتر الحليب ده حلو جدا عليه معلقه صغيره من النشا بس مش اكتر من كده. دوبتها طبعا في معلقه من الميه، وابتديت ان انا انزله بالشكل ده على الرز بتاعنا، وابتدي بقى ان انا اقلبه عشان يبتدي بقى يتقل معايا الرز بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. يعني عايزين نوصله لمرحله ان هو يبقى القوام بتاعه كريمي، ما يبقاش يبقى متماسك. مش عايزين الرز بلبن
اللي هو بيبقى متماسك ناشف قوي ده ما بيبقاش حلو بصراحة. وما شاء الله بصوا حبات الرز كبرت قوي كده وبقى شكلها جميل، ابتدى بقى انه يتقل معايا ويبقبق بالشكل ده، يبقى خلاص تقل معايا وبقى قوامه مظبوط. يلا بقى ناخد الرز بلبن ونغرفه كده، وهنعمل منه كذا اشكال. انا جبت هنا البولات بتاعت اللي هي الصغيرة دي، وجبت كمان الاطباق اللي هي الحرارية اللي هي البايركس، حسب ما انت ما تحبي ممكن تحطي في البايركس او ممكن تحطي في الاطباق اللي هي اللي بتبقى الفويل اللي هي بتدخل الفرن. بقلب بقى الرز كده، بصوا عمل الوش اللي هو بتاع القشطه ده كده من فوق، بس بقلبه الاول، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اغرف في السلاطين اللي هي الصغيره دي. ما شاء الله احلى حاجه في الرز لما تحسي ان هو الحليب بتاعه زياده، يعني ما يبقاش رز بس، كميه الرز بتبقى معقوله فيه، ما يبقاش الرز بكتير، علشان لما يبقى الرز كتير في الرز بلبن ما بيبقاش لطيف بصراحه، انما كده بيبقى جميل جدا وتحسي كده بطعم الحليب فيه. هاخد هنا بقى بصوا السلاطين اللي هي الكبيره دي، عشان هقول لكم هنعمل فيها ايه كمان. انا ببتدي بس ان انا بردهم، غرفت دولت انا احطهم في الثلاجه، واخر الرز بلبن اهو ما شاء الله خلصناه كله. بصوا بقى هاخد اللي هي الاطباق اللي هي الحراريه دي، ودي اللي انا هدخلها الفرن، هكمل تسويتها في الفرن لحد لما تاخد الوش اللي هو الدهب الجميل، هنشوفه دلوقتي حالا. بصوا انا شغلت الفرن بتاعتي من فوق ومن تحت، شغلت يعني الشوايه معاه، بس اخد بالي عشان ما يتحرقش الوش بتاعه من فوق، مجرد بس هياخد كده اللون اللي هو الدهب الجميل كده، كأني زي ما اعمل بالظبط رز معمر. خلاص ياخد اللون الذهبي ده وابتدي ان انا اطلعه من الفرن على طول. كده يبقى احنا خلصنا وعملنا الرز بلبن في الفرن، تمام كده وجميل جدا. هسيبه يبرد وبعد كده احطه في التلاجة على طول. وادي الرز بتاعنا طبعا بعد ما بردته وحطيته في التلاجة، اللي هو رز بلبن اللي هو العادي. عايزه بس اوريكم النتيجه بتاعته ايه. انا بحط له دلوقتي جوزة الهند، وبعد كده هحط له الزبيب. عايزه بقى المكسرات اللي انت تحبيها زي ما تحبي اللي انت تضيفيه. انا عايزه بس اوريكم الوش بتاعه عامل ازاي عشان تشوف ان هو ما شاء الله ناجح جدا. شايفين الجمال بتاعه ما شاء الله، الحليب من فوق عمل الكرمشه ده، عشان كده بقول لكم ان لازم يبقى الحليب يبقى بزياده شويه. يلا بقى نعمل بقى الحاجات اللي احنا هندلع بيها بقى القبات بتاعه الرز بلبن. انا هنا جبت معلقه من الزبده، نص معلقه من الزبده، وبعد كده ضفت عليها هنا الكنافه بتاعتنا، انا مفتتاها قطع صغيره، وابتدي بقى ان انا اشوحها على النار كده على نار هاديه لحد ما تديني اللون الذهبي اللي انت شايفينه ده. دي اللي احنا هنزوق بيها القبات بتاعتنا وهتخلي الطعم بتاعها خطير جدا. هجيب بقى في طبق هنا وابتدي انزلها من الطاسه بتاعتي علشان ما يتحرقش معايا. يعني انا بعمل كده عشان اغير درجه الحراره بتاعتها والاقيها تبقى مظبوطه معايا، بقى ما يبقاش فيها حتت محروقه ولا اي حاجه. بعد كده ضفت عليها هنا حاجه بسيطه من العسل الابيض، ممكن تضيف عندك لو عندك سيرب تقيل بتاع الحلويات هضيف برده كميه قليله، مش عايزين كتير، احنا مش عايزين نعوم الكنافه بتاعتنا، عايزينها بس يبقى فيها طعم كده محلون، حاجه بسيطه يبقى فيها التماسك اللي هو الخفيف ده. شايفين جميله جدا ما شاء الله. وكمان هبتدي بقى اجهز عندي الفاكهه بتاعتي. انا هنا استخدمت هي منجية واحده بس، يعني بص احنا استخدمنا كل حاجه واحد، استخدمنا كوبايه رز واستخدمنا لتر من الحليب واستخدمنا كمان منجية واحده، يعني كل حاجه واحد معانا. وابتدي بقى ان انا انضفها كده من القشره بتاعتها والبذره بتاعتها. طبعا انا شلت الجزء اللي هو من فوق اللي انتوا شفتوه ده الاولاني، علشان هنعمل بيه شكل جميل كده على الطبق بتاعنا، هوريكم دلوقتي ازاي. بصوا كده خلاص انا خلصت المانجا بتاعتي جهزتها. بصوا بقى دي الاطباق اللي كانت كبيره شويه، السلاطين اللي هي كبيره، انا خدت واحد منهم وهبتدي بقى ان انا احط عليه كنافه بالشكل ده. يعني هحط بس على الاطراف الجوانب بس اللي هي بتاعت الطبق بالشكل ده، وبعد كده هحط المكسرات في النص، وبعد كده اضيف عليها على طول قطع المانجا اللي احنا قطعناها. ما شاء الله المانجا مع الرز بلبن طلعت خرافه جدا والله. بعد كده ده الجزء اللي احنا شلناه، هبتدي ان انا اقطعه بالشكل ده عكس بعض زي المربعات كده، واقلبها ادي شكل الورده كده.
شكلها طبعا جميل جدا ما شاء الله. هبتدي بقى ان انا اجيب كمان. بص انا كنت عاملة طبق واحد بس من الجيلي وسقعته في التلاجة لحد لما جمد معايا، وابتديت برضو ان انا استخدمه في التزويق الطبق بتاعنا. ودوت اول حاجة خلصناه. هناخد الطبق التاني. طبعا احنا عملته كده عشان ابرده، هبتدي بقى ان انا انقله في الطبق اللي هو في الكوبايات اللي هي البلاستيك بالشكل ده، لان طبعا مستحيل ان انا اضيفها وهي سخنة. بصوا شايفين بقى قوام الرز بلبن عامل ازاي وانا بحطه. حطيت كمية قليلة كده من الرز، وبعد كده حطيت كمية تاني بسيطة من الكنافة بتاعتنا، وبعد كده هضيف كمان كمية من المانجا قطع كده صغيرة عليها على الوش، وبعد كده هضيف الرز بلبن تاني، اغطي الوش بتاعها من فوق بس. بصوا عملت كده طبقات، وفي منتهى البساطة هتعملي حاجة فخمة جدا. وبعد كده هضيف بقى الكنافة بتاعتي من فوق. الكبات دي انت تيجي تشتريها من اي مكان بيبقى سعرها غالي، انت تعمليها بحاجات بسيطة جدا. بصوا انا حطيت الكنافة، وبعد كده حطيت المكسرات، وبعد كده حطيت المانجا، وبعد كده هبتدي بقى اخد قطع كده من الجيلي بتاعنا وهبتدي احطه جنبها. خلاص ادت شكل جميل وزي الفل وجميله جدا. هبتدي بقى ان انا اغطيها وخلاص. شايفين والله طلعت ما شاء الله شكلها جميل جدا. انا عايزه اوريكم شكلها من على الجوانب كمان. شايفين الجمال بتاعها؟ الجيلي اللي انا حطيته ده كسر اللون بس شويه كده، ادالها شكل جميل. طبعا هنا متاح ليك ان انت تضيفي الفاكهه اللي انت تحبيها مع المانجا. بص هنا انا عملت برضو واحدة تانية، ضفت من تحت الرز بلبن، وبعد كده عليه طبقة الكنافة زي ما احنا ما شفنا، وبعد كده حطيت مع المانجا، حطيت معها الجيلي، يعني غيرت في النص شوية، وبعد كده حطيت الطبقة اللي هي بتاعت الرز بلبن عليها من فوق بالشكل ده، وبعد كده ضفت الكنافة. وبعد كده هبتدي ان انا اضيف المكسرات بتاعتي. الكنافة هنا حلاوتها ان هي فيها قرمشه كده جميله، يعني مش طريه معايا. بص انا ضفت هي كده خلاص المانجا وقطع الجيلي بتاعتنا اللي احنا حطيناه من على الجنب كده، واغطي الطبق ده والطبق ده. خلاص كده خلص الكوبايه دي خلصت. بصوا بقى شكلها، عايزه بلفها كده واحده واحده عشان تشوفوا الشكل بتاعها وتناسق الالوان. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها بصراحه يفتح النفس جدا. دي القنبله الرز بلبن اللي بتتباع في اي مكان، بتلاقيها سعرها غالي شويه. بصوا المكونات بسيطه قوي ازاي، كلها حاجات بسيطه وموجوده في البيت. وهنا كمان انا عملت برضو كبات كده بالمانجا بس، عشان انا حابه المانجا بس تبقى معاها بدون الجيلي. وديت اللي احنا عملناها بالجيلي، انا حبيت اوريكم كذا شكل كده بحاجات بسيطه بامكانيات بسيطه عندنا في البيت، هتعملي حاجات حلويات جميله وزي الفل بشكل انتوا شايفينه ده. ديت الكبات اللي هي بالمانجا، وبصوا الطبق التاني ده اللي هو اللي احنا عملناه اللي هو العادي ما فيهوش طبقات من تحت، طبق عادي بسيط جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده نال اعجابكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حفظ الله.